بيئتنا فيها تحديات، بس التحديات تخلي الإنسان يعني يكون كرياتيف، مبدع بوجود الحلول. الفترة التعليمية أو التثقيفية للسوق، للعميل، لمنتجك أو لفكرتك مهمة جداً، يبغى لها وقت. فلا تحسب أنه والله هي حتكون سهلة، فكرة واضحة ليك، حتكون واضحة للكل وحيبدأ يتعامل معك من أول، بتبدأ من أول يوم. هذه طبعاً خطيرة جداً وما تفكر فيها. حدد شغفك، حدد فكرتك مبنية على هذا الشغف، وأخلق من الفكرة والشغف experience، تجربة محاكاة تقدر تجمع من خلالها الناس اللي عندهم نفس الشغف، واللي يقدر يكونوا هم عملائك أو يكونوا هم طبعاً المستهدفين من قبل البزنس اللي عندك. البيئة اليوم تحتاج الرأس المال اللي هو المخاطر. إحنا بالسعودية ما نعرف ندرس الخطر، نخاف منه، نبعد عنه. فتلاقي إنه معظم المنشآت اللي داعمة البنوك أولها ما تعرف تتعامل مع رائد الأعمال اللي عنده أفكار، وبحيث إنه رائد الأعمال بعدها ما يقدر يعرف طب كيف يكون نفسه. حتى لو كان هو early stage، كان لسه في بداية أول سنة، أول كم من شهر، البنوك ما تعرف تتعامل معاه. طب هو يحتاج مثلاً بعض الفاسيليتيز تكون موجودة، الموجودة في أي شركة ثانية. فلازم نعرف إنه إحنا دائماً الخطر ما هو خطر قد ما هو مجازفة، والمجازفة لو كانت مدروسة هي اللي حتجيب أحسن وأحلى الثمار اللي ممكن يتوقعها مش بس رائد الأعمال، ولكن المجتمع والبلد.